شكل المايك. شو نكسب يا جماعة؟ يا مش بقى والله انا مش راح اقف يا جماعة. ايه الضلمة دي؟ اقسم بالله يا جماعة فضيت بجد يا جماعة. شكرا جدا 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 على 400 مشترك، يعني انتوا احسن ناس ممكن الواحد يقابلها في حياته. اوكي يا جماعه، يعني انتوا اول ما تشوفوني اكيد في الزاويه دي سيبكوا يعني يتصير، الكاميرا حطيتها في حته عاليه شويه، معرفش انتوا سامعيني كده ولا لا، بس يعني هحاول اعلي صوتي عشان الكاميرا بعيده قوي عني عشان عايز اظهر، وانا طبعا يعني الكاميرا اعلى مني فمش عارف هو كده كويس اعتقد. طبعا بالمونتاج بقى هقرب لكم بوشي. اوكي يا جماعه، وصلنا 400 مشترك، حاجه عمري ما كنت اتوقع اني اوصل لها اصلا، وأول مرة وصلت لها ويعني بصوا حاجة تانية، يعني أنا حاسس إحساس كده من جوايا، إحساس فرحة مش عارف أوصفها لكم. بصوا يا جماعة يعني أحكي لكم قصة كده، يعني ليا وأنا صغير، أنا كنت من سنة كده في القناة بتاعتي عمال زعلان قوي، يا جماعة أنا مش بنجح ليه؟ ليه قناة على اليوتيوب مش بتنجح؟ ليه قناتي فاشلة؟ طب أنا مونتاجي زي مونتاج أي يوتيوبر، أسلوبي حلو زي أي يوتيوبر، طبعا كل ده كنتش واخد بالي ان اسلوبي ما كانش حلو. اسلوبي هو السبب في نجاح قناتي. ليه؟ عشان انا كنت فايق وانا السنه اللي فاتت عمال بقعد زعلان قوي قناتي مش بتنجح، وعيطت كتير قوي ان قناتي مش بتنجح وزعلان، قلت قناتي مش بتنجح ليه؟ الكلام ده كله. وطبعا ما كنتش كل ده واخد بالي ان انا المشكله كلها في اسلوبي، اسلوبي في القناه، طريقه عنوان ووصف الفيديو ما كانش حلو، ما كنتش بعمل صوره تشد الناس. بس بعد كده بعد الفيديو اللي انا بحبه جدا، الفيديو اللي انا بعشقه يعني، وبقيت يعني ببص بصه فخر للفيديو ده ومش عارف اوصفه لكم ازاي، بقيت كل ما اشوف الفيديو ده بفرح من جوايا. الفيديو بتاع ابونجا الجزء الحلقه الاولى ده الفيديو الاساسي السبب في ان قناتي تعلى من 265 مشترك ل 400 مشترك، هو ده الفيديو الاساسي اللي شجعني اني اعلى، ده الفيديو اللي خلاني اعلى بيكو تاني، او يعني انتوا اللي خليتوني اعلى، الفضل طبعا يرجع لكم انتوا، لان انتوا بتشتركوا في قناتي انتوا كده يعني اللي بتخلوني انجح ومشجع بيكم، طبعا دي حاجه اساسيه. الفيديو ده هو اللي رجع لي الامل اني انا ممكن انجح في اليوتيوب، اللي انا ممكن اعمل اللي انا عايزه، بس اني احسن كواليتي الفيديو، احسن المونتاج. طبعا سيبكم يا جماعه، عملت كل شويه بتحرك على جنب كده، عملت كل شويه بتحرك كده عشان ايه؟ ما بحبش افضل ثابت كده، هتقولي كل شويه بتحرك او يعني متحمس، يعني اني اول مره اسجل فيديو زي كده. ففعلا فعلا بجد الفيديو ده هو اللي رجع لي الامل، هو اللي اداني الامل اني انا اقدر انجح، اني انا في ناس بتحبني وممكن تتفرج عليا، اني انا في ناس تشترك. جاب 2900 مشاهده، ده طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وفعلا بشكر كل الناس اللي في الفيديو ده اشتركت، يعني انا بشكرهم جدا عشان دول رجعوا لي امل للنجاح، امل اللي ممكن اعلى تاني. انتوا رجعتوني امل انا كنت نسيت، ناسي قناتي تماما، وقلت مستحيل تنجح، وحلفت قبل كده ان قناتي مستحيل تنجح، بس بيكو قناتي تنجح. بس يعني ده اللي اقدر اقوله. وزي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات طبعا، كواليتي الصوره، كواليتي الصوت، كواليتي كل حاجه اتحسنت ازاي، وقدام كل حاجه شوف فيديوهاتي من سنه كانت عامله ازاي كواليتي الصوره، كان كاميرا بتاعت اللاب بصور بيها، وكانت كاميرا وحشه جدا، وكواليتي وحشه، وفي تقطيع، في تهنيج كتير في وشي في صوتي، ف شكلي ما كانش واضح ولا صوتي كان واضح. فانا كنت قاعد بقول طب وانا عايز انجح، مش يعني انجح ازاي وانا ما كنتش بحاول احسن الحاجات دي. صوتي حاولت احسنه، يعني حاولت احسنه كتير جدا، يعني فضلت اشتغل على موضوع الصوت ده لغايه ما وصلت وطلعت احسن بيها صوتي بشكل حلو في فيديوهاتي. الصوره هي اللي كانت مشكله، الصوره كانت وحشه جدا، يعني في قبل كده واحد قال لي حسن السيت اب بتاعك، كان قال لي حسن السيت اب بتاعك وحسن مونتاجك، هو ده اللي قاله لي بالظبط. طبعا مونتاجي ابتديت ارجع مونتاجي تقيل تاني زي ما انتم شفتوا في القناه.
الستارت اب ده حاجه صعبه جدا دلوقتي. يعني الستارت اب ده حاسينه لما يكون مثلا ايه، يعني قولوا مثلا 50,000 مشترك او 100,000، وقتها ده هيغير الستارت اب طبعا بتاعي. او لو ممكن في 50,000 ممكن في 10,000 هتلاقوني غيرت الستارت اب بتاعي او بتاع القناه. تشوف اني بيت في اوضه، دي اوضه مختلفه، قصدي اوضه ايه، ما انا طبيعي جدا ابقى في اوضه، ايه ده انا بيت حماده هلال في نفسي. ما علينا، هتلاقوني في اوضه جديده، في شقه جديده خالص، يعني هتلاقوا بقى اللون ده شبيه بقى، يعني اسبوع بتاع انا هظبطكم في موضوع السيت اب ده وفي الاوضه اللي ابقى فيها. لا اهم حاجه جامده جدا. وهو ايه وقتها شكل السيت اب بتاعي القديم كان عامل ازاي؟ انا بعرف كنت سجل في حته عامله ازاي، حته يعني صعب اصلا ده حد يحط موبايل يسجل فيها. عارفين يا جماعه بحط موبايلي فيه وانا بسجل في طبيصه؟ يا جماعه انا بحط موبايلي على شويه كتب بسند، يعني بسند الموبايل على شويه كتب جنبي في طبيصه وانا بسجل فيديو عشان تعرفوا تشوفوا وشي. انا مش جايب حاجه بس تسند الموبايل، لا ده انا سنده على كام كتاب. زي دلوقتي انا حاطط موبايلي فوق حاجه وحاطط عليه وراه كتب عشان يسندوه عشان ما اقعش بس كده. فانا بقول لكم بجد من النهارده اسلوبي هحاول اغيره اكتر، احسنه اكتر، وغير اسلوبي هيتحسن اكتر المونتاج هيتحسن اكتر واكتر، وغير المونتاج يعني النجاح بيكم بس، انتوا تيجوا تخلوا اي حد ينجح بس. يعني انتوا احسن متابعين بالنسبه لي في الدنيا الصراحه، يعني احسن مشتركين، احسن ناس شفتها. المتابعين دي يعني حاسس انها كلمه قليله، انتوا اكتر متابعين. انا بعتبركم كلكم كاخواتي الكبار او الصغيرين، انتوا السبب في نجاح قناتي او ان قناتي تعلى. لو واحد بس اشترك في قناتي بتبسط، فعلا بيجوا طريق النجاح، بيجوا انتوا بس هو اللي هيبقى طريق النجاح. يعني منطق بجد مبسوط قوي على 100 مشترك، ده اول ممكن تتخيل اللي نوصل لها. فعلا بشكركم جدا جدا، لغايه بكره اشكركم عشان انتوا السبب في كل حاجه وسبب في نجاحي. انتوا اجمل ناس في الدنيا واحسن ناس في الدنيا. يعني انتوا كاخواتي كبار اخواتي الصغيرين، ما اعرفش يعني عمركم، بس انا بشوف عارف عمركم، يعني بشوف متوسط الاعمار بيتفرجوا عليا. بس ما علينا، يعني كل الاصغر مني وكل الاكبر مني بيتفرج عليا بحب اشكره، وانت اخويا بس كده. يعني بجد بحبكم جدا، وقناتي اخر فتره بقت بتعلى بشكل رهيب، وانا ما كنتش متوقعه قبل كده ولا عمره ما كنت اتوقعه. وكل حاجه بيكم انتوا الناس اللي يعني مش عارف اقولها لكم ازاي. يعني بجد انا بحبكم، بحبكم جدا عشان انتوا سبب في نقاط تعلى. وهحاول المره الجايه اظبط لكم الفيديوهات اكتر واكتر، واسلوبي اكتر واكتر، واحسن منتجي اكتر واكتر. واشوفكم الفيديو الجاي في الفيديو بتاع لعبه الرعب اللي انا مش عايز العبها وبس. وسلام يا احلى ناس في الدنيا، يلا سلام.